لكن الحدث اللي بيفرض نفسه في هذه اللحظات هو نهائي كأس العالم والمباراة اللي بتقام واللي ابتدت في تمام الساعة 5 مساء ما بين فرنسا وكرواتيا. الشوط الأول انتهى بتقدم فرنسا بنتيجة 2-1. الأهداف، يمكن الهدف الأول لفرنسا كان في الدقيقة 18 أحرزه ماندزوكيتش في مرماه بالخطأ طبعا، وده كان الهدف الأول أون جول لماندزوكيتش، فبالتالي فرنسا تقدمت بنتيجة 1-0. اتعادل على طول بيرديتش في الدقيقة 28 لكرواتيا، ثم تقدم جريزمان طبعا نجم منتخب فرنسا من ضرب الجزاء في الدقيقة 38. المباراة قوية جدا، الشوط الأول قوي جدا، لكن خلينا نقرب للصورة بشكل أكبر ونروح لملعب المباراة وناخد على الهاتف الأستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي الكبير. يا أستاذ شريف مساء الفل عليك. بخير يا حبيبي، وبخير على الشاهد قناة الأهلي. قول لنا كده وعيشنا في الأجواء، وحضرتك طبعا متواجد في نهائي كأس العالم، أكيد حدث كبير جدا والحدث الأبرز في كرة القدم بشكل عام، وهو نهائي المونديال روسيا 2018 ومباراة كرواتيا وفرنسا. بالتأكيد احنا أولا الملعب تشعر وأنك في كرواتيا. تمام. الدوري الكرواتي مسيطر على المدرجات والفريق الكرواتي مسيطر على المباراة. تمام. النتيجة عكس كتير. نتيجة المباراة عكس الفرق. الجمهور الفرنساوي قليل جدا. تمام. الجمهور الكرواتي يعني بشكل مسيطر، وحتى في تعاطف من اغلب الجماهير الرجال اللي موجودة في المدرجة. تمام. طبعا الاجواء هنا رائعة جدا جدا جدا، التنظيم على اعلى مستوى، مفيش أي خطأ حتى الآن في المباراة. يمكن بس نتيجة المباراة بس اللي مخلية الناس مش حاسة إن ده، لأن كرواتيا مسيطرة اكثر اغلب الشوط، هي اللي عندها الفرص، هي اللي عندها المحاولات على المرمى، ولكن للاسف النتيجه عكس الثاني. طيب استاذ شريف، عايزين نتكلم عن البطوله بشكل عام والجوانب التنظيميه، وخصوصا النهارده كان حفل الختام الخاص ببطوله كاس العالم وحضرتك متواجد في الملعب وعايش الاجواء بشكل كبير جدا. قول لنا الحفله كانت اخبارها ايه والامور كانت ماشيه ازاي؟ بدايه روسيا قدمت نفسها للعالم كبلد فعلا الطراز الاول. فعلا بلد سياحي من الطراز الاول. انا قاعد مع الزملاء هنا دايما، مهدي زميلنا في موقع كوره والاستاذ احمد عويس فريق مدير تحرير فريق، بنتكلم ان احنا لازم هنيجي روسيا ثاني. لازم هنيجي روسيا ثاني كزياره، لان اولا بلد ممتعه جدا 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 جدا. كم الاماكن اللي ممكن تزورها، هم قدموا نفسهم كدوله سياحيه من الطراز الاول، ويعني غيروا الفكره اللي متاخده بالظبط، بلد صقيع وثلج والكلام ده والتخوفات والكلام ده. لا، بلد نظيفه جدا، احترام كامل جدا، امن قوي جدا. يعني الامان بشكل كبير جدا، بنروح اغلب الاوقات الساعه 2 بالليل 3 بالليل، الامور ماشيه تفهمني، الامور بشكل طبيعي كويسه جدا. تمام. مش اي مشاكل، وسائل المواصلات كويسه جدا. تمام. لا، هم قدموا نفسهم كبلد مميز جدا سياحيا وتنظيميا، واعتقد في متابع البطوله احنا ما شفناش اي شكوى. دي حقيقه بصراحه. حوالي 35 يوم مفيش شكوى من اي حاجه. يمكن الحاجه الوحيده اللي الناس شكت منها فيديو فار. وجع قلوب انديه منتخبات كثيره كانت مشاركه، يعني مأثر على النتائج رغم ان ده معمول عشان مفيش فيه خطا للبشر. تمام. يعني بينفي ان خطا البشر خالص، لكن تأثرت نتائج مباريات كبيره جدا بالفيديو فار. تمام. طب استاذ شريف، من خلال متابعتك للمباراه والشوط الثاني بالتحديد اللي هينطلق خلاص خلال دقائق، يعني شايف المباراه ممكن تكون انطلق بالفعل خلاص؟ طيب المباراه ممكن تكون الافضليه لمنتخب فرنسا، وخصوصا ان هو الشوط الاول تقدم بنتيجه 2-1، وكمان بسبب الناحيه البدنيه عند المنتخب الكرواتي اللي لعب ثلاث اشواط اضافيه على مدار المباريات السابقه. انا شايف سيناريو مباراه فرنسا وبلجيكا. بلجيكا لعبت افضل، فرنسا فاز للاسف. يعني للاسف، يعني هو الجانب الدفاعي بتاع تشام مسيطر جدا على اداء المنتخب الفرنسي. التحفظات، التحفظ الدفاعي بشكل كبير جدا، بس تحفظ دفاعي بايجابيه، تحفظ الدفاعي بايجابيه، وده الشيء الاهم اكيد. كورتين ثابتين. لا لا، مش ايجابيه، ده كورتين ثابتين. يعني لا، انا قصدي على مدار البطوله بشكل عام يعني. طبعا فرصة هدف ضايع لكرواتيا دلوقتي. تمام. هدف كرواتيا كان لكرواتيا هدف تعادل. بس بقول لك يعني، لكن
كرواتيا مش هتسكتوا، الجمهور هنا كرواتي كتير جدا جدا مقارنه بالفرنسي. اعتقد المباراه لسه فيها اهداف ثانيه والنتيجه ممكن تتغير في اي وقت. توقعاتك يا استاذ شريف؟ يعني نهائي كرواتيا، بس الواضح اللي قدام ان فرنسا بالخبره بقى. تمام. نهائي ان يبقى في بطل جديد لكاس العالم. أكيد أستاذ شريف عبد القادر طبعا الناقد الرياضي الكبير، بنشكرك شكرا جزيلا، وكان معانا من ملعب المباراة ونهائي كأس العالم ما بين فرنسا وكرواتيا، والنتيجة زي ما قلنا لحضراتكم تقدم فرنسا بنتيجة 2-1، والشوط الثاني ابتدى خلاص بقاله حوالي 2-3، فأكيد مباراة قوية والكل بيتابعها، العالم كله أكيد بيتابعها بشكل كبير جدا، ما عدا احنا لازم نكون متواجدين معاكم طبعا طبقا للمواعيد الخاصة بجمهور النادي الأهلي، واللي أكيد بيبقى مهم بالنسبة ان هو يعرف كل الجديد الخاص بالنادي بشكل عام. نروح بقى لاول اخبارنا النهارده وفريق كره القدم بالنادي الاهلي، واللي بيستعد لمباراه غايه في الاهميه ومصيريه في مشوار النادي الاهلي الافريقي من خلال مواجهه فريق تاونشيب ان شاء الله يوم الثلاث الجاي بعد بكره، خلاص المباراه قربت بشكل كبير جدا، التركيز الجديه سمه فريق النادي الاهلي في هذه الفتره. لكن الاهم ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي النهارده كان متواجد في برج العرب، وكان بيآزر الفريق وبيديهم دفعه معنويه كبيره جدا، وكان بيحفزهم بشكل كبير كمان علشان ان شاء الله يقدروا يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي من خلال هذه المباراه الهامه بالنسبه للفريق وبالنسبه لجمهوره بشكل عام. فبالتالي الكابتن محمود الخطيب كان متواجد عشان يطمن على الفريق، اداهم بعض الكلمات التحفيزيه، قال لهم الروح الفانيلا الحمراء هي الاساس بالنسبه لنا علشان نقدر من خلالها نفوز بثلاث نقاط هتكون مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي. وقال ان احنا متعودين دايما كنادي اهلي ان احنا نواجه اي صعاب بتواجه النادي بشكل عام، والاستمرار في الجدية والعمل دول سمة النادي الاهلي عشان نتخطى اي عقبات ممكن تواجه الفريق. واحنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي خلال مباراتين، المباراة الاولى اتعادل مع الترجي في القاهرة بنتيجة 1-1، المباراة الثانية خسر من كامبالا سيتي بنتيجة 2-0 في اوغندا، فبالتالي الامر او الامور صعبة شوية بالنسبة للنادي الاهلي. فبالتالي ايضا الكابتن محمود الخطيب ركز مع اللاعبين على ضرورة اسعاد جمهور النادي الاهلي وضرورة خوض المباراة بمنتهى الحماس والجدية وبروح الفانيلا الحمراء كده من الآخر، اللي هو دايما بيبقى دافع بالنسبة للاعبين بشكل عام ان هم يقدروا يحققوا النتائج الإيجابية المختلفة خلال الفترات المختلفة. فبالتالي اكيد شيء مهم جدا النهاردة كان تواجد الكابتن محمود الخطيب، ودافع معنوي قوي جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. وايضا كابتن محمود الخطيب قال لهم في ظل تواجد جهاز فني كبير وجهاز فني جيد جدا بقيادة مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف وبقية اعضاء الجهاز الفني، فبالتالي الامور كلها مهيئة بالنسبة للفريق ان هم ان شاء الله يحققوا الفوز. مش هينفع غير الفوز ان شاء الله، النادي الاهلي خلال المباراه دي يفوز بثلاث نقاط. المباراه الجايه كمان بعد 10 ايام من انتهاء مباراه الاهلي وتاونشيب في برج العرب هتكون مباراه ثانيه في بوتسوانا، ان شاء الله كمان النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه. من الاخر كده النادي الاهلي لو عدى الماتشين دول الدنيا هتبقى كويسه جدا بالنسبه للفريق، الامور هتبقى مهيئه بشكل كبير جدا مع بدايه موسم من خلال بطوله دوري ابطال افريقيا حصد 6 نقاط، النادي الاهلي هيرجع في البطوله وينافس على هذه البطوله المفضله. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي اللي بيتمثل في الجهاز الفني ولاعبي الفريق في هذه المباراة الهامة. طبعا مباراة هامة قوي بالنسبة للنادي الأهلي، إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي في هذه المباراة المصيرية بشكل كبير في مشوار النادي الأهلي الأفريقي. حصل الأمر ده قبل كده، أمر متشابه بالنسبة للنادي الأهلي من خلال بطولة 2013، خسرنا مباراة أمام أورلاندو هنا في القاهرة، وكمان اتعادلنا مع الزمالك 1-1 ساعتها تقريبا في هذا التوقيت. فبالتالي قدر النادي الأهلي، كان موقف صعب شوية، قدر النادي الأهلي مع نهاية البطولة إن هو يحصد اللقب الغالي الأفريقي، وكان آخر لقب قدر النادي الأهلي يفوز بيه، وكان تحت قيادة الكابتن محمد يوسف المدير الفني في هذا التوقيت، والمتواجد كمان الفترة دي مع النادي الأهلي كمدير كرة مدرب عام في الجهاز الفني المساعد لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي. ان شاء الله في اجواء تفاؤليه بشكل كبير جدا في معسكر النادي الاهلي المغلق في برج العرب، وكله بيستعد بمنتهى القوه وكله مركز، ان شاء الله النادي الاهلي يسعد جمهوره كالعاده، يقدر يحقق 3 نقاط هامه، وان شاء الله تكون بدايه لانطلاقه جديده للفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا سعيا نحو الفوز بهذا اللقب الافريقي الهام والبطوله رقم 9
في تاريخ بطولات النادي الأهلي من الناحية الأفريقية بالتحديد من ناحية دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. الفريق طبعا زي ما احنا عارفين بيواصل استعداداته من خلال مران النهاردة، المران اللي قبل الأخير بالنسبة للنادي الأهلي. أكيد هيكون في بعض الجوانب التكتيكية وبعض الجوانب الخططية بجانب طبعا الأمور البدنية اللي بتبقى مع بداية كل مباراة، لكن خلاص الناحية البدنية خلاص بقت جاهزة جدا عند لاعبي النادي الأهلي. مش هيبقى في شغل بدني كتير خلال مران النهاردة، خصوصا ان خلاص المباراة بعد بكرة، فالأحمال البدنية هيبتدوا ينزلوا بيها الجهاز الفني ومستر مايكل ليندمان بالتحديد أخصائي الأحمال في الجهاز الفني بالنسبة للنادي الأهلي. التركيز كله هيكون على الجوانب التكتيكية والجوانب الخططية اللي بيحاول من خلالها مستر باتريس كارترون وجهازه المعاون في تنفيذها خلال مباراة تاونشيب. في بعض الجمل اللي يمكن كانت بتحصل خلال معسكر فريق في كرواتيا وايضا خلال التدريبات الاخيره بالنسبه لفريق النادي الاهلي في القاهره وقبل التوجه للاسكندريه، مستر باتريس كارترون بيحاول يحفظها للاعبين علشان ان شاء الله يقدروا ينفذوها ويقدروا ان شاء الله يظهروا بشكل مميز. وجمهور النادي الاهلي دايما منتظر فريقه يظهر بالشكل المطلوب، وخصوصا بعد غياب فتره. النادي الاهلي بقى له فتره كبيره ما بيلعبش مباريات رسميه، فالجمهور متعطش، الجمهور متشوق، جمهور النادي الاهلي بالتحديد بيستنى مباريات النادي الاهلي بفارغ الصبر. ان شاء الله اللاعبين يكونوا في الموعد ويقدروا يفوزوا بهذه المباراه وتبقى انطلاقه كبيره ان شاء الله وجديده بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. السنه المشهد ده يتكرر بصراحه، كانت اخر بطوله كان كابتن وائل جمعه احد رموز النادي الاهلي واحد اللاعبين الكبار في تاريخ النادي ومنتخب مصر، واللي قدر ان هو يشيل كاس افريقيا وبطوله دوري ابطال افريقيا في 2013. كانت بطوله غاليه جدا واخر بطوله للنادي الاهلي. ان شاء الله يتكرر الانجاز ده الموسم ده، خصوصا ان الموسم اللي فات النادي الاهلي وصل للنهائي ما كانش فيه توفيق في مباراتي الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا، بالتالي الوداد هو اللي قدر انه يفوز باللقب، لكن العمليه قربت والامور قربت. ان شاء الله النادي الاهلي يستعيد هذا اللقب الغالي بالنسبه لكل جمهوره، وهو الهدف الاساسي والاول دايما بالنسبه للفريق. النادي الاهلي معتاد يعني بشكل عام كده ان احنا نفوز بالبطولات المحليه، مفيش مشكله خالص. الاهم دايما بطوله دوري ابطال افريقيا عشان بتبقى كمان مؤهله لكاس العالم للانديه، والاجواء واكيد وحشتنا كلنا كاهلاويه، فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي من خلال هذه المباراه عشان تبقى بدايه جديده ان شاء الله للفريق. لسه مستمرين مع استعدادات النادي الاهلي لمباراه فريق تاونشيب ومحاضره بالفيديو او محاضرات مقرره خلال الفتره اللي فاتت كمان بالفيديو من قبل الجهاز الفني للاعبي الفريق، والوقوف على نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق تاونشيب البوتسواني بالتحديد. كده تم طبعا مشاهده مباريات تاونشيب امام كل من كامبالا سيتي والترجي، وكان في تركيز كبير جدا على بعض اللقطات وبعض الاخطاء الدفاعيه اللي ممكن يكون بيقع فيها فريق تاونشيب، وتحفيز اللاعبين نقاط الضعف الخاصه بفريق تاونشيب عشان يتم استغلالها ان شاء الله خلال المباراه بعد غد، وايضا معرفه نقاط القوى الخاصه بهذا الفريق علشان ان شاء الله يتم التعامل معها بشكل جيد. فبالتالي اكيد محاضرات بالفيديو متواصله ومهمه جدا من قبل مستر باتريس كارترون والكابتن محمد يوسف للاعبي النادي الاهلي وللتشكيل اللي ممكن يكون اقرب بالنسبه للنادي الاهلي خلال هذه المباراه. وهنتكلم معاكم في التشكيل ونقول لكم مين اللي ممكن يكون اقرب يبتدي مباراه فريق تاونشيب، لكن هنتكلم لاحقا في هذه الجزئيه. فبالتالي طبعا محاضرات مهمه جدا من قبل الجهاز الفني للاعبين، وان شاء الله نتمنى لهم ان هم يكونوا في قمه التركيز وقمه الجديه كمان في هذه المباراه عشان يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يفوز بها. نروح لخبر اخر ولسه متعلق بفريق النادي الاهلي، واحنا عارفين خلاص طالما العد التنازلي قرب لمباراه، مباراه بعد بكره، فبالتالي التركيز بشكل كبير جدا على الفريق الاول لكره القدم محتاج مؤازره سواء اعلاميه او جماهيريه بشكل كبير جدا من كل الاهلاويه ومن كل المصريين، لان النادي الاهلي الممثل الوحيد لمصر في بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي هي البطوله الاكبر على مستوى الانديه في افريقيا، فطبيعي جدا يكون في مؤازره كبيره جدا لفريق النادي الاهلي وايضا للاعبين بشكل عام من قبل الناحيه الاعلاميه وايضا من قبل الجماهير. كابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره قال ان الاهلي جاهز لتحقيق الفوز على فريق تاونشيب. يعني كابتن محمد يوسف بيقول ان مهم جدا الفوز في هذه المباراه، حصد 3 نقاط، العوده بشكل جيد للمنافسه
للمنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا. قبل ما نتكلم عن الخبر ده خلينا اقول لكم الجديد بسرعه في مباراه فرنسا وكرواتيا ونهائي كاس العالم. النتيجه دلوقتي اصبحت 3-1 لفرنسا في الدقيقه 60، احرز الهدف بول بوجبا احد نجوم المنتخب الفرنسي واحد نجوم فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، فبالتالي خلاص كده الامور اصبحت قريبه جدا من فرنسا لتحقيق لقب كاس العالم، وهيبقى ثاني لقب بالنسبه لفرنسا بعد ما قدروا ان هم يفوزوا بيه على ارضهم في 98، وكانوا فازوا ايضا بنتيجه 3-0 على فريق او على منتخب البرازيلي في هذا التوقيت، كان نجم البطوله طبعا زين الدين زيدان. فبالتالي يعني الافراح اعتقد دلوقتي في الشانزليزيه وفي باريس وفي كل مكان في فرنسا ابتدت تبقى كبيره عشان خلاص قربوا يحققوا بطوله كاس العالم. واكيد العوامل البدنيه اثرت شويه مع كرواتيا اللي لعبت طبعا ثلاث اشواط اضافيه او ثلاث من خلال ثلاث مباريات كان فيهم اشواط اضافيه، فبالتالي كان مجهود كبير بالنسبه لهم. نرجع لاخبار النادي الاهلي ثاني والكابتن محمد يوسف والقال ان ضروري ومهم جدا ان شاء الله حصد ثلاث نقاط بالنسبه للنادي الاهلي عشان الفريق يقدر يرجع للتوازن الخاص به في هذه البطوله ويرجع ان هو او يقدر ان هو يرجع كمان ينافس بشكل كبير جدا على طول دوري ابطال افريقيا. هي هتكون نقطه بدايه، النادي الاهلي يفوز بثلاث نقاط، المباراه اللي بعديها ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر بجهازه الفني وبلاعبيه ان هو يقدر يفوز بثلاث نقاط اخرى في بوتسوانا، نوصل للنقطه رقم 7، يجي لنا كامبالا سيتي هنا نفوز كمان بثلاث نقاط اخرى بين 10 نقط، ناقص لنا الترجي في تونس ملعب رادس المفضل بالنسبه لنا. الامور مش صعبه مش مستحيله، النادي الاهلي بيعتاد على المواقف الصعبه دي وبيقدر يتخطاها بشكل كبير جدا زي ما اعتدنا من كل نجوم النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي بشكل عام. فان شاء الله كابتن محمد يوسف كمان يمكن قال ان حصلت مره زي ما انا قلت لكم في البدايه ان احنا في 2013 تعادلنا مع الزمالك وخسرنا المباراه الثانيه امام اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي واللي كمان وقابلناه في النهائي خسرنا في الجونه في هذا التوقيت، كان المباراه بتتلعب في الجونه، فقال الموقف يمكن متشابه شويه ما كانش عندنا غير نقطه واحده من ماتشين، فقال ان احنا عندنا ده كلام طبعا كابتن محمد يوسف ان احنا عندنا اصرار وحماس وحافز كبير جدا عند اللاعبين، والموقف ده بيدي دافع كمان للجهاز الفني واللاعبين ان هم يبذلوا اقصى ما لديهم في المباريات المقبله في دوري ابطال افريقيا علشان ان شاء الله يقدروا يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف ايضا قال قمنا بدراسه تاونشيب لمعرفه نقاط قوته، هو فريق لا يستهان به ويتميز بالتنظيم الدفاعي كما يملك عناصر هجوميه مميزه ويجيد ايضا لعب الكرات الطويله. اكيد هيتم التركيز على نقاط القوه والضعف بالنسبه لهذا الفريق البوتسواني وان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يفوز في هذه المباراه. خلينا نتكلم شويه عن التشكيل المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه فريق تاونشيب. هيكون في حراسه المرمى وده الاقرب من خلال التدريبات ومن خلال المعسكر الاخير للفريق في كرواتيا والتدريبات اللي كانت في القاهره ومن خلال طبعا معسكر الفريق الاخير والمغلق في الاسكندريه. هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، دي النسبه الاكبر او ده التشكيل المتوقع، احنا ما بنقولش اكيد تشكيل رسمي، التشكيل الرسمي هينزل قبل المباراه بساعه كما هو المعتاد، لكن التشكيل المتوقع هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول هيكون باك ليفت، احمد فتحي هيكون باك رايت، اثنين مساكين حتى الان الاقرب سعد سمير، ده تقريبا خلاص تم الاستقرار على سعد سمير. المكان الثاني اللي هيكون بجوار سعد سمير الاقرب حتى الان ايمن اشرف عشان التجانس ما بينه وبين سعد سمير، لكن ايضا سليف كولوبالي لاعب النادي الاهلي الجديد هيكون في الصوره بشكل كبير وخصوصا ان هو خلاص هيتم قيده افريقيا قبل هذه المباراه بجانب مؤمن زكريا، دول المكانين اللي تم قيدهم او تم الاستقرار عليهم ان يكونوا متواجدين او الاسمين اللي تم الاستقرار عليهم ان هم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي الفتره دي. لسه هيكون ناقص ثلاث اماكن كمان بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي خلينا نكمل التشكيل الاول واحكي لكم القصه دي. سعد سمير هيكون بجواره ايمن اشرف الاقرب مع وضع في الاعتبار ان سليف كولوبالي في الصوره. في نص الملعب كل من حسام عاشور وعمرو السوليه ما فيش خلاف عليهم، امامهم جونيور اجاييه مؤمن زكريا وايضا وليد سليمان واللي بيتالق بشكل ملفت جدا خلال التدريبات الاخيره وخلال المعسكرات المختلفه خلال الفتره الاخيره وكمان بيحرز اهداف كثيره جدا خلال المباريات الوديه، واخد الامور بمنتهى الجديه وده اللي اعتدنا عليه من قبل وليد سليمان، لاعب من اللعيبه الرجاله جدا اللي بيقدروا يقودوا فريق النادي الاهلي بشكل جيد. والمهاجم الوحيد هيكون بنسبة كبيرة صلاح محسن لاعب النادي الأهلي واللي يمكن هو الأقرب علشان كان بيشارك في معظم المباريات الودية، احنا
عارفين وليد ازارو كان في كلام كتير عليه ان هو هيمشي الكلام من ده، لكن خلاص تم الاستقرار في الاخر ان وليد ازارو هيستمر، وليد ازارو في الصوره. لكن الاقرب طبقا للي احنا شفناه او طبقا لمتابعتنا لفريق النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره هيكون صلاح محسن، وهيكون ده التشكيل اللي انا قلته لحضراتكم من شويه اللي هيكون التشكيل الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي. هيكون ناقص كمان ثلاث اماكن هيتم قيد فيهم بعض اللاعبين بالنسبه للنادي الاهلي، هيكون منهم صفقتين بنسبه كبيره، يعني صفقه او اثنين هيكونوا جداد بالنسبه للنادي الاهلي الفتره الجايه. ولاعبين هيكونوا مميزين ان شاء الله، هيكونوا اضافه بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. منهم واحد هيكون في الخط الامامي وهيكون اضافه قويه بالنسبه للفريق، وفي احتمال ان يكون في صفقه اخرى بالنسبه للنادي الاهلي، ما فيش اكتر من كده. يعني هي صفقه يا اثنين اللي بشكل كبير هيتم انهائهم ان شاء الله خلال الفتره المقبله لو الامور مشيت بشكل طبيعي زي ما هي ماشيه حتى الان. ودول اللي هيتم قيدهم في القائمه الافريقيه بجانب لاعب اخر من المتواجدين واللي مش المتواجدين دلوقتي مع النادي الاهلي واللي ما تمش قيدهم في القائمه الافريقيه في الفتره الاخيره. هيتم الاستقرار على لاعب ان هو يكون متواجد عشان النادي الاهلي يغلق القائمه الافريقيه بشكل كامل. اذا مؤمن زكريا، سالف كولوبالي هما اللي تم قيدهم خلاص او اللي هيتم قيدهم خلال بكره تقريبا قبل المباراه ب 24 ساعه. وبالتالي هيكون دول لابرز اثنين او اول اثنين هيتم قيدهم، وهيكون في ثلاث لاعبين اخرين هيتم قيدهم بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله في القائمه الافريقيه، ومنهم زي ما قلت لكم لاعب او اثنين هيكونوا جداد وهيتم التعاقد معاهم خلال فتره قليله ان شاء الله. نروح بسرعه لمباراه فرنسا، الاحداث خلاص يعني تكاد تكون حسمت. فرنسا 4-1 احرز الهدف كيليان امبابي في الدقيقه كام يا جماعه؟ في الدقيقة 65. كيليان مبابي أحد نجوم هذه البطولة وأحد نجوم فريق باريس سان جيرمان، واللي كان بيلعب في موناكو ولاعب مميز جدا، وده هيكون أحسن لعيب في العالم يعني خلال كام سنة، ممكن خلال سنتين، لسه لاعب عنده 19 سنة بيحرز أهداف عديدة مع فرنسا في كأس العالم، وبيساهم كمان أهو في فوز فرنسا ببطولة كأس العالم. الأمور خلاص تكاد تكون حسمت بالنسبة لفرنسا، وأكيد الأفراح هناك قوية جدا، وكل عشاق المنتخب الفرنسي في جميع أنحاء العالم تقريبا خلاص ابتدوا يحتفلوا كده بفوز فرنسا ببطولة كأس العالم. احنا في الدقيقة 65 يعني ناقص خلاص 25 دقيقة، يعني خلاص الأمور قربت بالنسبة لفرنسا. نرجع لأخبار فريقنا الحبيب فريق النادي الأهلي وفريق كمان تاونشيب اللي وصل النهاردة في تمام الساعة الواحدة ظهرا لمطار برج العرب، وهيكون عنده كمان مران مسائي هيكون في تمام الساعة 9 مساء، هيبتدي من خلاله استعداداته لهذه المباراة. نتمنى ان هم ما يكونوش موفقين خالص بصراحة في مباراة بعد بكرة امام النادي الاهلي. بكرة ايضا هيكون في الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وتاونشيب. الاجتماع الفني ده هيحضره كل من الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق، وايضا هيحضر الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة. في المقابل هيحضر مندوب من فريق تاونشيب بجانب حكام المباراة، أكيد هيتم الاتفاق والتنسيق على كل ما يخص هذه المباراة من ناحية طبعا الزي اللي هيرتديه الفريقين، وأيضا موعد وصول الفريقين لملعب المباراة واستاد الجيش ببرج العرب، وأكيد هيكون في تعليمات أخرى من الحكام خاصة بالفرقتين وبعض التحذيرات وبعض الأمور المتعلقة بهذه المباراة. ده الاجتماع الفني اللي هيكون بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 4 عصرا في استاد برج العرب أو في فندق إقامة النادي الأهلي اللي قريب جدا من استاد برج العرب. أيضا بعد بكرة أو لا بكرة أيضا بكرة هيكون في طبعا آسف بكرة هيكون في مؤتمر صحفي بالنسبة للنادي الأهلي وفريق تاونشيب إن شاء الله. مؤتمر صحفي الأول هيكون للنادي الأهلي في تمام الساعة 5:30 مساء، ده هيكون قبل بداية التمرين في أو التمرين الأخير بالنسبة للنادي الأهلي واللي هينطلق في تمام الساعة 6 مساء. يبقى المؤتمر الصحفي ده هيحضره كل من مستر باتريس كارترون المدير الفني للنادي الأهلي، وأيضا معاه كابتن فريق النادي الأهلي حسام عاشور وأحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبة للفريق. المؤتمر هيبتدي بالظبط الساعة 5:30، بعد ما يخلص المؤتمر التمرين الأخير بالنسبة للفريق هيكون في تمام الساعة 6 على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب، ويستمر إن شاء الله النادي الاهلي ويختم كمان استعداداته من خلال مران الغد. وهيبقى في حضور للاعلاميين لمران الاهلي الاخير حوالي بالظبط 15 دقيقه مع بدايه
مران. بالنسبة للمؤتمر الصحفي الخاص بفريق تاونشيب ده هيكون في تمام الساعة 8:30 مساء، مؤتمر بالضبط هيبتدي 8:30، بعديه أول ما يخلص المؤتمر هيبقى التمرين الأخير فريق تاونشيب في تمام الساعة 9 مساء، وهو نفس ميعاد انطلاق مباراة الأهلي وتاونشيب إن شاء الله بعد غد هيكون في تمام الساعة 9 مساء على استاد الجيش ببرج العرب. وأيضا هيكون في أو هيكون مسموح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لفريق تاونشيب. ده البرنامج الخاص بالفريق وبالمباراة بالتحديد من خلال غدا إن شاء الله. بالنسبة بقى للتذاكر، طبعا عميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان الجماهير اللي حجزت تذاكر المباراه عن طريق النت هيبتدوا او ابتدوا خلاص بالفعل النهارده او صباح اليوم ان هم ياخدوها من خلال افرع النادي المختلفه او يتحصلوا يعني على هذه التذاكر من خلال فرعي او افرع النادي الاهلي في مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد. و طبعا قال ان التذاكر الخاصه بالاعضاء تشمل جميع الفئات. ده تصريحات العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون كل جمهور النادي الاهلي 10,000 متفرج يكونوا مؤازرين بشكل قوي جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النتيجه بقت 4-2 مباراه فرنسا وكرواتيا، الامور ابتدت تظبط شويه بالنسبه لكرواتيا لكن الامور لسه صعبه بالنسبه لهم. مانزوكيتش اللي جاب الجون وصلح غلطه في الدقيقه 70، يعني ناقص ثلث ساعه، اعتقد ثلث ساعه هتكون ساخنه جدا. انت النتيجه 4-2، لو خلال 10 دقائق كرواتيا جابت جون كمان مش هيكون الامور بعيده، لكن اعتقد هيبقى صعب عشان كمان الناحيه البدنيه اكيد لكرواتيا اصبحت صعبه جدا بعد لعبهم عدد دقائق كبير جدا على مدار البطوله. اكتر فريق لعب عدد دقائق على مدار البطوله هو فريق كرواتيا، وبصراحه يشكروا جدا الانجاز اللي هم عملوه في حد ذاته ان هم يوصلوا لنهائي كاس العالم. ده انجاز تاريخي بالنسبه لهم، وكان اكبر انجاز ليهم هو تحقيق المركز الثالث في 98 وبطوله كاس العالم في فرنسا لما فازوا على هولندا في هذا التوقيت. فبالتالي النتيجه 4-2. هنفضل طبعا متابعين معاكم هذه المباراه الهامه والابرز على مستوى العالم، بطوله كاس العالم ومباراه النهائي ما بين كرواتيا وفرنسا. نروح لمران الغائبين عن مباراه الاهلي وتاونشيب. النهارده كان في مران صباحا، يعني كان تحت قياده حسين عبد الدايم المساعد لمستر ليندمان ومخطط الاحمال البدنيه. المران ده كان طبعا في استاد التتش في القاهره. كان ضم المران ده كل من عمرو جمال واكرم توفيق وناصر ماهر وبكماني وباسم علي واحمد علاء ومحمد شريف ومصطفى شوبير ومحمود الجزار ومحمد عصام الغندور الحارس الاخير. ده كان مران قوي بالنسبه للاعبين الغائبين عن مباراه فريق تاونشيب. بالنسبه بقى لباسم علي، باسم علي زي ما احنا عارفين يمكن الفتره اللي فاتت كان عنده بعض الالام في اربطه الركبه، فبالتالي باسم علي يمكن ما شاركش في معسكر كرواتيا، شارك في تمرين واحد بس. فمن ساعتها وهو بيعمل بعض التدريبات العلاجيه وبعض التدريبات التاهيليه الخاصه به تحت اشراف الدكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. لكن الخبر الجيد ان باسم علي بنسبه كبيره جدا عقب انتهاء مباراه فريق تاونشيب هيكون باسم علي لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، ويكون داعم لصفوف النادي الاهلي خلال الفترات المختلفه المقبله ومن خلال كمان المباريات الرسميه. فبالتالي باسم علي خلاص على وشك الانتهاء من البرنامج التاهيلي الخاص به للتعافي من الاصابه في الركبه. لاعب مميز جدا لكن حظه دايما وحش مع النادي الاهلي. نتمنى ان الاصابات بقى تبعد عن باسم علي شويه عشان نقدر نستفيد من هذا اللاعب وقدراته في الجانب الايمن لصفوف النادي الاهلي. احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي الصاعد بيخوض تدريبات منفرده، وده كان بسبب ان هو كان عنده امتحانات النهارده الصبح فخلص الامتحانات وراح للتتش عشان يؤدي بعض التدريبات المنفرده الخاصه بيه. وهو كان خد اذن طبعا من كابتن محمد يوسف مدير الكره ان هو يعمل او يروح يؤدي الامتحان الخاص بيه وبعد كده يكون متواجد في التتش عشان يعمل التدريبات البدنيه الخاصه باحمد ياسر ريان. واحنا زي ما احنا عارفين هو مش مقيد اصلا افريقيا، فبالتالي كان الموضوع يعني الامور سهله بالنسبه لاحمد ياسر ريان. بالمناسبه لاعب واعد ولاعب جيد ومبشر جدا في خط الهجوم النادي الاهلي، ويعتبر احد اهداف النادي الاهلي دايما في قطاع الناشئين وفي مختلف الاعمار السنيه اللي شارك فيها احمد ياسر ريان. نروح بقى للدوري العام واللي خلاص قرب يبتدي مع بدايه الشهر المقبل شهر 8.
والمباراة الأولى للنادي الأهلي هتكون أمام نادي الإسماعيلي طبقا للقرعة اللي أجريت منذ حوالي أسبوعين تقريبا أو 10 أيام. فبالتالي تم من خلال هذه القرعة هيكون في مباراة أول مباراة قوية جدا في بداية الموسم ما بين الأهلي والإسماعيلي، وهتكون بوجود جمهور، والأمن يمكن خلاص وافق على حضور الجماهير في هذه المباراة، وده اللي أكده العميد ثروت سويلة من مدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك موافقة مبدئية من جانب الجهات الأمنية على حضور الجماهير لقاء الأهلي والإسماعيلي. زي ما احنا عارفين هم هيبتدوا البطولة الدوري من خلال هذه المواجهة القوية، وأضاف طبعا العميد ثروت سويلم أن الأقرب هو حضور 2000 مشجع للأهلي و200 مشجع للإسماعيلي، والاتجاه الأقرب يتمثل في الموافقة على حضور 15% من ساحة الاستاد لأصحاب الأرض. إن شاء الله يعني الحضور ده هيكون تدريجي إن شاء الله مع توالي المباريات ومع الأمور تكون هادية وجميلة كده. بالمناسبة ومناسبة الجمهور، نتمنى من جمهور النادي الأهلي في مباراة تاونشيب ان ما يتمش التطرق لبعض الامور اللي يعني ممكن تاثر بشكل كبير على النادي الاهلي. شفنا مباراة منانا كان في جمهور، كان ابتدينا نرجع كمان لاستاد القاهره، وده كان شيء جيد وايجابي جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الملعب الاساسي دايما بالنسبه لفريق النادي الاهلي هو استاد القاهره، لكن للاسف في بعض تصرفات الجمهور اللي كانت متواجده في مباراه منانا ادت لبعض العقوبات وبعض الامور اللي ما يتمناهاش اكيد كل الاهلاويه. فبالتالي رساله مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، مؤازره الفريق فقط، نأزر اللاعبين فقط، عشان هم محتاجين الجمهور بشكل كبير ومحتاجين لحماسه وتشجيعه المستمر بالنسبة للفريق في خلال 90 دقيقة أو داخل ملعب الجيش ببرج العرب، عشان إن شاء الله يكون العنصر الأول والأساسي فوز النادي الأهلي بثلاث نقاط مهمة جدا هتكون في مشوار النادي الأهلي الأفريقي. وبالتالي أيضا إن شاء الله الالتزام وإن الأمور تمشي بشكل جيد بالنسبة للجمهور بشكل عام، إن شاء الله كمان في بطولة الدوري البطولات المحلية المختلفة يزيد العدد شويه ويقدر بقى او نقدر بقى نرجع تدريجيا بالجماهير للمدرجات، وده كان وده هيكون اكيد شيء مميز وايجابي جدا، لان دايما النادي الاهلي جمهوره رقم واحد وهو اللي بيكون الاساسي في فوز النادي الاهلي مختلف المباريات وايضا مختلف البطولات. هنروح بقى لكاس العالم، لكن هنروح الاول لفاصل عشان نرجع نتكلم عن اخر اخبار كاس العالم وكل ما يخص هذه البطوله الهامه جدا واللي خلاص النهائي بتاعها في هذه اللحظات.